لو الحكاية فيها إن فيجو. ازيك؟ اول حاجه انت اسمك ايه؟ ريمون واجي، بوابه فيتو. ازيك يا كريم، عامل ايه؟ عامه انا ما بتكلمش في السياسه، لانه انا هقولك بس وجهه نظري. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه فاعزها. اللي انا بنزل ليه وباجي ليه؟ لانه ده حقي كمواطنه ان انا اقول انا عايزه مين، انا ابقى مسؤوله عن اللي هيحصل في بلدي الفتره الجايه، ويبقى من حقي ان انا اقول، ومن حق صوتي يبقى ليه وقع. فده حقي الدستوري كمواطن ان انا اقول انا عايزه ايه، ومش عايزه حقي ده يروح عليا عشان ما ارجعش بعد كده اتضايق واقول ده حصل مش بمزاجي. فاهم قصدي؟ فانا شايفه ان الناس لازم كلها تنزل بغض النظر عن يعني انت عايز مين، انت تنتخب مين، انت حر، ما حدش له دعوه، كل واحد ينتخب مين، وما حدش من حقه يسال اي حد انت تنتخب مين، انت حر، لان دي حريه شخصيه طبعا. خلاص، لكن انك ما تنزلش وتقول لا مش عايز، او لا ماليش دعوه، او لا انا هبطل، او لا انا هقاطع، انت حر برضو، بس تعمل كده ليه في الاخر؟ يعني مصلحتك في الاخر، كلنا في نفس المركب، كلنا في نفس البلد، كلنا يهمنا مصلحه البلد، فلازم كلنا ننزل ونقول راينا ونعمل اللي علينا. بس يعني مشوار في يوم اعمله، يعني انت بتعمل مشاوير تانية كتير قوي بمزاجك، يعني فلو ده مش على مزاجك قوي معلش اضغط على نفسك وانزل. طب في منتصف يوم التاني التصويت، توجه رساله للشعب او الناس اللي هم ما بيزدوش، الناس اللي هم كاسين ينزلوا؟ والله انا جيت توقعت ان الدنيا تبقى زحمه جدا. انا نزلتش امبارح عند التصوير، فالنهارده كلنا خدنا اجازه، فجريت علشان اجي، بس لقيت اللجنه دخلت في ثانيه وربع. يعني اتبسطت ان انا دخلت بسرعه ومشيت بسرعه، بس عمال اقول يعني يا جماعه لو في حد لسه ما نزلش ينزل. وعامه لجنه الزمالك دايما بتيجي في اول يوم بتخلق، يعني الناس كلها بتنزل، لان هي لجنه مش كبيره قوي، فيمكن احنا حظنا كويس ان اللجنه صغننه. بس لو لسه في شباب ما نزلوش، او ناس مفكره انها ما تقاطع او ما تقولش، يا ريت تغير رايها وتنزل. يعني يا ريت.